الله يا ست ماريا، اهلا وسهلا فيك. ماريا مخول ازان، اليوم انت ضيفتنا تنحكي اكثر عن الموسيقار ملحم بركات بحلقه جديده من بي ماي جيست. اكيد بنرحب بمشاهدينا اللي انضموا لنا، ومثل العاده ماريا ما عم نكرم كبار فنانينا الراحلين او حتى يلي هلا بعدنا بنتغنى فيهم وباعمالهم الفنيه الرائعه. يعني كتار من الناس اكيد بحبوا الموسيقار ملحم بركات، وب 28 اكتوبر بيصادف ذكرى السنويه لوفاته. بقى بنوجه لروحه تحيه، واهلا وسهلا فيك ماريا. ميرسي، اهلا فيك. انا كمان. كيف الاوضاع مع كورونا والموسيقى يعني احلى شيء هلا الزرب بالبيت مثل ما بيقولوا، لانه الموسيقى هي عم تعود عن هاللوك داون او هالزربه اللي موجوده. بس بتعرفي يعني نحن كفنانين وكموسيقيين مش معودين هالقد ننحصر، صح، خاصه بالحفلات وبالسفرات، يعني شوي صعبه. واللي اللي ما عنده موسيقى بالبيت شو بيعمل؟ بدك تجي لعنده. يا الله، بحس انه على طول وقت يكون في موسيقى بالبيت، عن جد عم بحكي هلا، ان كان بيعزف بيانو، ان كان بيعزف جيتار او قانون او حيالله اللي موسيقيه، وحتى بغني بيعمل جو حلو بالبيت. اكيد يعني بيغير تنسي. بيغير المود، بيغير، بيخفف ستريس، تظهر العائله المزاج المعوكر مثل ما بيقولوا، وبتفوتي على عالم ثاني، خاصه اذا هالاغاني اللي رح نحكي عنها موصوفه بالرومانسيه. صحيح. يعني اغاني الراحل ملحم بركات. صحيح. اليوم بلشنا حلقتنا ب يا حب اللي غاب. صحيح. ورح نتعرف اكثر على الموسيقار بهالحلقه. نعم، بدنا نقول اول شيء انه ولد ملحم بركات ببلده اسمها كفرشيما سنة 1942 بخمسة نيسان. تأثر لحد كبير كتير بمحمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير المصري. نعم. ليش تأثر فيه؟ لأنه أول شيء بيو كان بيسمع كتير موسيقى. نعم. وبيدندن على العود حتى، بس ما كان ابدا يعني بيتعاطى الشأن الفني مثل ما بيقولوا، كان نجار. اوكي. وما كان بيحب انه ابنه يعني ملحم بركات يفوت بدومين الموسيقى. نعم. بس ما كان يمنعه كمان بالنتيجه انه يسمع او يشوفه عم يدندن على العود، بين الاثنين مثل ما بيقولوا. أوكي. أسرة متواضعة متوسطة الحال، قرر أنه بعمر الـ 16 سنة بده يترك المدرسة ويلتحق بالكونسيرفاتوار الوطني المعروف هلا. فدخل على الكونسيرفاتوار وتعلم العزف على العود، ودخل للغنى الشرقي كمان، يعني يمارس الغنى الشرقي. وقبل ما يفوت على الكونسيرفاتوار كان يجتمع مع اصحابه ورفقاته، يعني قبل 16 سنه، وكان يدندن ويغني، وسموه لقبوه بمطرب الضيعه. حلو. يعني هذا كان لقبه. نعم. فاذا بال 16 ترك والتحق للكونسرفاتوار، وكان عنده اساتذه كتار هلا رح نذكر اساميهم. بس قبل بدي اقول شغله، انه بيو كان يقول له في عبد الوهاب بالساحه الفنيه الموسيقيه وانت بدك كثير فنان، انه دائما هالكومباريزون هالمقارنه مع عبد الوهاب. نعم. فكان يدرس بالسر، وكان يخبي كتب الكونسرفاتوار وقتها بلش قدام عتبه الباب، قدام مدخل الباب، لما يشوفهم بيو. الى انه اكتشف مره، يعني شافهم ولقاهم ورجع قبل انه يكفي دراسته الموسيقيه، نظرا شافوا انه مصر على الموسيقى وعلى الغنى. نعم. فاذا قلنا درس الغنى الشرقي والسولفاج بالكونسرفاتوار على ايدي كثير من الاساتذه الكبار بوقتها، هن من مؤسسي يعني الغنى الشرقي والنظريات الشرقيه، الاستاذ سليم الحلو، الفنان الكبير زكي نصيف، الاستاذ الكبير توفيق الباشا وغيرهم. كانوا من اساتذته. ترك الكونسرفاتوار من بعد تقريبا كمان 4 سنين وما اخذ شهادته، ما قدر يكفي دراسته. فابن بلته يلي هو كمان الفنان الكبير الراحل فيليمون وهبي، نعم، كان بيعرفه، نصحه قال له لازم تدخل مع فرقه الاخوين الرحباني، فلازم تتعرف عليه وتتوجه للمسرح الغنائي. حلو. انه شكله وشخصيته وحبه للغناء قال له انه كل المواصفات الملائمه انك تدخل للمسرح الرحباني. وكمان هنيك بالمسرح الرحباني تعرف على الفنان عصام رجي، كمان ابن بلته،
سمع كان يسمع عنه كتير وتعرف عليه وانضم معه لفرقة الأخوين الرحباني. أوكي. شو بدنا نسمع؟ بدنا نسمع غنية كتير بحبها ويعني مدلي غنيتين مع بعضهم، حبيبي أنت وسلم عليها يا هو. الله يا ماريا عن جد، يعني انا من وراك صرت احب القانون. خلي لي اياك. رح نحكي شوي عن اعماله. نعم. او مشاركته بعدد من الاعمال مع الرحابنه، اخوين الرحابنه، واكيد كان في بصمه وكان في بتحس ستيل خاص. صحيح. وقتها كان عم يتعامل مع الرحابنه. صحيح. لون معين. صح. فاذا هو شارك بالاعمال الغنائيه من ضمن المسرحيات الغنائيه العديده، نذكر منها مثلا مسرحية الشخص 1968، الأميرة زمرد مسرحية، مسرحية الربيع السابع 1984. وكمان فإذا بلش عمله مع الرحابنة بال 68 وبعد 4 سنين انفصل عنهم. نعم. قبل بدنا نقول إنه كمان شارك بعدة أفلام سينمائية، منا مثلا فيلم حبي لا يموت مع النجمة هلعون، نجمة هلعون. ليش انفصل عن الأخوين الرحباني؟ انفصل لأنه قال له كلمة في الموهبة الراحل أنه أنت إذا بدك تلاقي خط لإلك بدك تكون شخصيتك، بدك تنفصل عن المسرح الرحباني لحتى أنت يعني تاخد طريقك ومشوارك الخاص. أوكي. فيك. وهيك صار يعني، وانفصل وأكيد قام بتلحين كتير أعمال منها مثلا للراحل الكبير وديع الصافي، عنده غنية اسمها جينا نسأل خاطركم للراحل، هيدي من ألحان ملحم بركات. نعم. مثلا سميرة توفيق اشتقنا لك يا دار، مجد الروم اعتزلت الغرام. في كتير أغاني وليد توفيق، أبوك مين يا صبية، كمان باسكال صقر غربوا، ربيع الخولة يا ظريفة، فريال كريم عم بيزعلني لله، هيدي انا يعني انبسطت انه انا بعرفها كثير حافظتها للغنية. صح. وحلو انه من الحانه، وبتحس انه الراحل ملحم بركات كان روحه مرحة. صحيح. وهالقد كان يعني يحب الاغاني الفرحة، يعني مثل عم بيزعلني لله او ابوك. نعم. مين بتحس الاغاني الفرحة يلي هيك. صحيح. بترقص. صح. وإضافة يعني مش كل الأغاني هي هيدا الدومين أو هيدا الستيل، عنده أغاني كتير رومانسية مثل وقتا بلشنا الحلقة بيا حب اللي غاب وهول القصص. نعم. وفي بنذكر غنية كمان حلوة كتير للفنان غسان صليب عطيها يلي هي يا حلوة شعر قدري. أوه روعة. كمان هيدا من أجمل. صحيح. أجمل. وخلينا نقول إن هول من الأغاني يلي اليوم لو في سهر يعني أكيد بمحلات معينة بينلعبوا بعضهم هالأغاني. بدك خبرة شخصية. أنا عزفت أكثر من مرة مع الفنان الكبير غسان صليبة وعزفنا بالفرقة يا حلوة شعر قدري. شو حلو. ويعني هي من أجمل الأغاني اللي أنا بحبها. صحيح. وبدي أقول شغلة بليز من أول الألحان يلي هو لحنا بلغي كل معيدة يلي كانت هي كمان ديو غنيها، لحنا وغنيها مع الفنانة جورجات الصايف. صحيح. وتكرر هالديو مع عدة فنانين لبنانيين، هيفا وهبة، رامي عياش. صحيح. صحيح. وكان ديو كتير حلو كمان. في مسرحية كمان بدنا نذكرها، هي مسرحية حلوة
للمطربة صباح من قلبها في أغنية المجوز الله يزيده وغيرها كتير ويبعت له اللي بيزيده اللي بيريده اللي بيريده. وإذا بتحبي هلأ فينا نسمع أغنية بلغي كل مواعيدي ويا حلو شعرك داري. يلا تفضلي. يعني كل غنية أحلى من التانية والله على الصوت والله على هالأداء والله على هالأنامل الروعة. أنا كنت عم غني بس ما بعرف إذا طالعة بالحلقة هلأ إيدي أكيد شلت صوت من عندي. بس هالأغاني ما فيك ما تتفاعلي معها أبداً عن جد أبداً. ومن أجمل الأغاني اللي بتبقى يعني عندها بصمة بالوسط الفني قد ما يمرق عليها وقت حتى بالعزف. يعني هيدي الأغاني سلسة يعني العزف عزفها كتير حلو كتير سهل وبنفس الوقت تعبيري صح مش من العزف اللي كله تكنيك الواحد بده يعني يتفلسف فيه لا بسيط وسهل الممتنع. حلو رح نحكي بهالقسم عن حلقاته عن حلقاته او حفلاته اذا بدك. نحن عم نصور حلقاته وكان يعمل حفلات لا راح اكيد ملحن بركاته ورح نحكي عن علاقاته مع الفنانين صح. يعني هل كان عنده اصحاب بالوسط الفني او لا. عمل كثير حفلات موسيقيه بلبنان وبرات لبنان منها بنذكر خارج لبنان. بلبنان معروف يعني بكل المناطق. خارج لبنان بفرنسا بأمريكا بكارتاج بتونس وبمهرجان جرش بالأردن وأستراليا وكندا وغيرها. أما عن علاقاته مع الفنانين الباقيين ما كان يسير حدا معروف أنه كان كتير ستريكت يعني رأيه واضح ولازع ببعض الأحيان. هيدا الشيء مرات تسبب له ببعض العداوات صحيح. مع الفنانين بس كانوا يقدروه يحترموه وكلهم بيقولوا يعني انه ما بيقدروا يزعلوا يعني بالرغم من ارائه كانوا يحترموا هالأراء. بس حلو انه واحد هالقد يكون صريح. انت مع هالقد واحد يروح على الاكستريم شيء ومنه شيء ومنه شيء ومنه خاصه بالعلاقات الفنيه لانه دغري العداوه بتربى يعني صح. والموسيقى المفروض يكون على علاقه طيبه بكل الفنانين نعم. صح. وقبل ما يمرض هو مرض بالسرطان باخر ايامه اصر انه يقدم الحفلات اللي كان متفق عليهم ما قفى ولا حفلة بالرغم من وضعه الصحي ودخل المستشفى مثل ما قلنا ب 28 اكتوبر يعني وقت اللي توفى دخل قبل بشوي بس توفى ب 28 اكتوبر 2016 نعم. وما يعني كان عارف صار له 4 سنين صح وما كان عارف انه رح يغادر المستشفى يعني هو دخل على اساس انه فحصات تشيك اب سريع وبيطلع وتوفى وتوفى. من اول شيء بدنا نذكر شوي بحياته الشخصيه انه تزوج كمان هيدي نقطه مهمه انا ما كنت بعرفها ببدايه حياته من سعاد فغالي شقيقه الراحله صباح بس ما جاب منها اولاد كرمال هيك انفصل عنا ورجع تزوج مره ثانيه من سيده رندا عزاري اللي انجب منها وعد مجد وغنوه ثلاث اولاد
من بعد رجع ارتبط بالفنانة مي حريري يلي هي كمان بالوسط الغنائي وانجب منها ملحمة جونيور. صح ورجع عاد وانطلق يعني انفصل عنها. نعم. شعوره من اشهر اقواله انه شعوري بالاحباط رهيب فعاديت الكثير من الفنانين وشتمتهم وبيقول حرفيا اعتذر منهم لاني فتحت عليهم معركة يعني لانه عم بيغنوا بغير اللهجة اللبنانية. صحيح. هون هيدي نقطة كتير حساسة. كتير متشدد بهذا الموضوع. صح بقول لهم اقول لهم ما تواخذوني. بيقول كمان هيدي شيء من جونا الحالي الذي يحرك البلد الناس بتحبه والذي يحب لبنان ويقتل نفسه لاجله الناس بتكرهه. صحيح. شو هالكلمات صح وشو هالكلمات اللي معه حق فيهم وكمان الاغنيه اللي عملها يلي هي يا منموت كلنا وبيبقى الوطن. بينتهي الوطن يا منكون رجال وبيبقى الوطن. بعتقد هيدي اكثر كمان اغنيه علمت وعن جد تركت هيك بصمه انه عن جد لانه مثل واحد عم يتوجه للبنانيين ويقول لهم يا منموت كلنا يا منكون رجال وبيبقى الوطن. وين نحن اليوم؟ لازم يبقى الوطن. لازم. رح يبقى الوطن. نكون شوي بوزيتيف. رح يبقى. إن شاء الله. حتى لو نحن بجهنم بس بعد جهنم شو فيه؟ الوطن بده يبقى. يلا. الوطن باقي يعني فينا وبلينا. بيقولوا. فإذا هون حكينا عن أقواله. بدنا نقول شغلة تانية كمان إنه كان مولع بهواية الصيد. كان بحب الصيد وشكل تريو صيد غير انه تريو الفني مع الراحل فيلمون وهبي والملحن إليش ويري وكانوا ينطروا المواسم موسم اللي هون كاتبين المطوق والسمن وغيرها ويروحوا وكانوا كثير يحبوا روح النكته والمرح ويتصيدوا. صحيح. احب اسمع انه هون نسمع غنيه حلوه انا بحبها كثير يلي هي شبات حبيبي. الله يلا الله يا مريا شو حلوين اغاني وعن جد كل غنية احلى من التانية كل ما تسمعي غنية تقولي هاي احلى لا هاي احلى. رح نحكي باخر قسم رح نحكي اول شيء لمحة سريعة عن بعض الاغاني يلي اغنيهم مثلا احلى زهور حمامة بيضة زهور القمر العذاب يا حبيبي على بابي واقف قمرين ما في وردة بيطلب مي ما في وردة موعدنا ارضك يا بلدنا كمان ولا مرة كنا سوا بعيدك يا انت العيد احلى غنية هيدا اليوم كتير حبيتك وبحبك طيبة روعة والاشياء اللي نحن يعني ذكرناهم وعزفناهم بدي اقول شغلة اول غنية غنيها اسمها يا اسمر لمارون نصر وقايلين هون عم بقرا انه كانت دفع حقها 32 الف ليرة هيدي بوقتها 32 الف يعني هيدي كانت يعني عم يدفع مبلغ منيح جمع هيدا المبلغ وبيقولوا انه بيو ساعده شوي لحتى يقدر يعني يستوفي حقها يعني منيح اللي رحل ملحم بركات ما يشوف الليرة وين اليوم والألف شو بتعمل وبدنا نقول بعد شغلة بليز انه الشاعر نزار فرانسيس هو توأم روحه صح يعني كتب له كتير أغاني من الأغاني وأصلا أكثر حدا طلع وحكي وقت توفى هو الشاعر نزار فرانسيس اللي منوجهه تحية كتير كبيرة نعم. ويلي عن جد ألمه ما بيتكرر
روعة بالأغاني لكل الفنانين بس خاصة لراحل ملحم بركات. وبيقولوا إنه كان في ماليابيليتي، يعني إنه تراوي بينه وبينه، يعني إذا كتب كلمة لنقوله والفنان ملحم بركات ما حب الكلمة يغير. بيغيرها وبيقبل معه، ما عنده أي مشكلة. مثلا مثل بغنية جيت بوقتك فرفح قلبي، كان كاتب غنية جيت بوقتك فرح قلبي، قال له الراحل ملحم بركات فرفح قلبي وعملوا الغنية. كمان بدنا نقول شغلة، انه مين اطلق عليه لقب موسيقار؟ هو المرحوم الاستاذ جورج ابراهيم الخوري، رئيس تحرير مجلة الشبكة سابقا، لقب الموسيقار. وبدنا نقول كمان اخر شيء انه نال عدة جوائز وعدة اوسمة. برايك كرم ملحم بركات بلبنان قبل ما رحل؟ يعني ما اخذ مثله مثل كل الفنانين، ما اخذ كل حقه. يعني للاسف ولا مره الفنان بياخد حقه مثل ما لازم. صح، للاسف بلبنان على طول بس يفل الفنان من بعد عطاءات كبيره وعظيمه مثل عطاءات ملحم بركات، بفيقوا انه يحطوا على نعشه وسام. ويا ريت يا ريت يا ريت بنكرر وعلى طول بنقول هيدي الفكره، انه يا ريت يكرم بوطنه، لانه على طول بنشوف بالدول العربيه او العالميه انه يكرم الفنان اللبناني قبل بلده، يعني يكرم برا قبل بلده. بقى يا ريت بتفيقوا على هذا الموضوع قبل ما يفل هالفنان من الارض، على القليله تيكون هيدا تكريم معنوي لعطاءاته وللانتاج اللي عمله كل هالسنين، واللي هو باقي واللي هو خالد، وخاصه بس كون عم نحكي عن العمالقه يلي هو منهم ملحم بركات. نعم، وبدنا نقول انه هو يعني جمع الغنى والتلحين والتمثيل، يعني فنان كلهم متكامل. صح، مثل فنان ملحم بركات. الله يرحمه. هيدي كانت تحيه لروحه بذكرى وفاته بالسنة الرابعة، وبعتقد انه اليوم ارث كبير تركه فنيا ملحم بركات. ان شاء الله الايام يلي جاية يكون عنا اصوات هالقد حلوة ولامعة، وعن جد تقدر تشتغل الفن الصحيح. صح، مش مثل ما عم نشوف اليوم. هلأ خيفة اكيد موجة الاغاني والحفلات. نعم، من وراء الكورونا. صح، بس كمان بنعرف انه على الساحة الفنية من المنطلقين الجديد هن كتير قليل اللي اصواتهم وخامتهم حلوة وعن جد تستاهل انه واحد يسمعها. نعم، وكمان هول الاغاني اللي تركهم كأرس يعني بيستاهل انه يتعلمون. صح، ويغنون ويقدمون 100%. رح نسمع اخر اغنية بحلقتنا اليوم يلي هي تعا ننسى، ويلي هي من احلى الاغاني، وكل ما نقول غنيه بنقول هيدي من احلى الاغاني، وهيك بنعرف انه الفنان بيكون نجح وترك بصمه بعالم الفن. شكرا لك ماريا أزان، كل ذوق وعلى تحضيرك الحلقات يلي بتكوني معنا، وصحيح بالطاوله الغايبه بس بتجي بتغنينا بحلقه حلوه. شكرا لحضورك معنا لليوم، وهيدي كانت حلقتنا مشاهدينا. رح نختم بها الاغنيه، وبدي اشكر باخر هالحلقه محلات هاريس بلو ويارا زكريا بيوتي سبيس. الى اللقاء.